ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟ التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنسانا أو بهيمة أو طيرة، كله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، الحديث. وقال: من صور صورة في الدنيا كلها يبقى فيها روح وليس بنافع. فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى. ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز. لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة، في مثل التابعية، مثل رخصة القيادة، قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك ما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك، لأن الدولة تلزم بذلك. فهذا وأشباه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وفي حكم مكره في هذه الأشياء، في هذه الأشياء في حكم مكره، لا حرج عليه إن شاء الله. ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز. لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم، مثل التابعية، ما تيسر التابعية إلا بالصورة، ما تيسر غير السيارة إلا بالصورة، مثل مريض ما تيسر العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال. جزاكم الله خيرا.